الاستاذه يعني حنان مفيد فوزي، مبسوط ان انا معاك النهارده. الحقيقه الاستاذ مفيد حاور نجوم كتير جدا، بلاحظ الفتره الاخيره مسبيرو زمان ابتدى يعني اللقاءات القديمه تبقى تجيب مشاهدات بالملايين، اللقاءات القديمه للاستاذ مفيد فوزي، واصبح ريسيرشر لشخصيات كتير احنا نعرف منه كل حاجه. بتشوفي ازاي النجاح ده؟ وتفتكر الاستاذ مفيد فوزي لو كان وقت السوشيال ميديا كان بقى فين؟ بص عايزه اقول لك دي بركه ربنا. اولا بابا كان بعيد خالص عن السوشيال ميديا، انا اللي كنت دايما انزله الستوريز والحاجات دي واقول له يا بابا لازم نعمل ده علشان نبقى متواجدين، فما كانش بيحب ده، وكان بيقول لي يا حبيبتي انا يعني في التلفزيون من زمان، فدلوقتي يعني انا هو بس كان بينبسط لما يلاقي ناس بتعمل يعني بتجيب سيرته بالتيك توك، يعني في كذا حد عمل تيك توكات كتير جدا، فيديوهات كتيره جدا جدا ليه، فكان بيبقى سعيد جدا. هنا الزاهد يعني مش عارفه مين ولا مين، لا يعني ناس كتير جدا يعني فده كان شيء بيساعده وده نجاح. تفتكري يعني كان هو ممكن يطمح ان هو في يوم من الايام يكون المذيع الاعلى اجرا، هو الاعلى نجوميه والاعلى شهره في اجيال كتير، بس فكره الاعلى اجرا كان ممكن يطمح ليها؟ عمره ما فكر في كده. وعايزه اقول لك ان هو لما كان حتى بيتم دعوته في اي برنامج كان بيطلب ارقام بالنسبه للارقام اللي دلوقتي موجوده حاجات بسيطه جدا، ولما كنت اقول له بابا فلان قال كذا وفلان خد كذا كان يقول لي انا انت في وجودي مش في الرقم اللي باخده، وده حقيقي على فكره. الارقام دي ولا حاجه، قيمه البني ادم في وجوده، انه هو في مسبيرو زمان زي ما انت بتقول دلوقتي ناس كتير بتعمل سيرش عليه، الاجيال الصغيره بتعرفه، الاطفال بتعرفه، ده مش نجم سينما ده محاور، لكن الاطفال بتعرفه، ده بركه ونجاح ونعمه من عند ربنا. فكون ان هو موجود دلوقتي وناس كتير يعني بتتفرج عليه وتقدير كبير وفيلم تسجيلي عنه، كل ده حاجات تخليه متواجد. والحقيقه انا مش محتاجه اعمل له فيلم تسجيلي، هو متواجد على السوشيال ميديا بشكل خرافي، بلاقيه في فيديوهات، يعني انا لما بقلب وبتفرج على حاجات كتيره جدا بلاقي بابا بيطلع لي وبلاقي امي بتطلع لي من غير اي مجهود يعني لوحدهم، فده معناه ان انا مش محتاجه اعمل كده، انا بس كان نفسي كان يبقى ليا دور فعملت الفيلم ده. مين الفنان او النجم اللي كان نفسه يعمل مع حوار وما حصلش، او الترتيبات القدريه كانت صعبه مثلا، يعني حصل له حاله وفاه، يعني مين بص هو قدر انه يعمل حوار؟ احمد زكي ما كانش بيعمل حوارات مع حد ابدا، عمل حوار مع احمد زكي، عمل حوار مع عمرو دياب في بداياته وكمان لما كبر. الوحيده اللي كان نفسه يعمل معاه حوار وما عرفش، رغم ان هو عمل حوارات مع فيروز، كل الناس اللي خلق الله كلهم، عارف مين؟ حتى محمود مرسي ما كانش بيعمل مع حوارات مع حد، عارف انه يعمل حوار مع محمود مرسي في ما عدا واحده بس، عبله كامل. عبله كامل كان نفسه يعمل معاه حوار لانه هو كان مؤمن بيها جدا، فنانه قديره وعظيمه وبسيطه، عمقها في بساطتها، كان عايز يعمل معاها حوار، لكن احترم جدا ان هي شخصيه للفن بس، مش معنى هي مش لا تجيد الوقوف قدام الكاميرا، طبعا دي غول كاميرا، بس هي وجهتها الواجهه بتاعتها في ادوارها مش في انها تطلع تتكلم. في ناس بتعرف تطلع تتكلم عن نفسها وفي ناس الواجهه بتاعتهم شغلهم. ذكرك عمرو دياب، يمكن اللقاء الوحيد اللي عمرو دياب عمله كان مع الاستاذ مفيد فوزي، وناس كتير بتقول له حصل له تروما من اللقاءات بعد كده، ابتدى يخاف يطلع مع اعلاميين، خاف يتكلم لا يتمسك عليه حاجات كتير، هل كواليس ايه اللقاء ده؟ اكيد معي. هو اولا بابا عمل اكتر من لقاء مع عمرو، ده مش اللقاء الوحيد، ده لقاء من ضمن اللقاءات. يمكن علشان عمرو اولا ذكي، عرف يطلع مع مين. عمرو دياب لما طلع مع المحاور مفيد فوزي، انا مش قصدي انه بقيه الناس قليلين، لا طبعا كلهم ليهم كامل الاحترام والتقدير، لكن يوم ما طلع مع المحاور مفيد فوزي فده في حد ذاته ذكاء.